وعودة من جديد ومستمرين معاكم في استديو هنا عسيف واليوم ضيفنا من أحد الفنادق اللي هي تعتبر شركاء لنا في الاي تي في فندق السفير هذا الفندق اللي تميز فندق الفنطاس سفير الفنطاس تميز يمكن خلال السنوات الأخيرة بشكل واضح يحاول يجدد نفسه في أمور كثيرة رحب فيك ونقول لك يسعد لنا مساك ويا فيك استاذ سيف الدين معنا مع في استديو عسيف ومن سنتين كان لقائنا قبل كورونا باسبوع يمكن وبعد انحسار كورونا نعود مره ثانيه من جديد سفير الفنطاس كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير والحمد لله على السلامه للجميع <applause> الله يسلمك وسعيد جدا بالاستضافه بعد سنتين بعد انحسار الجائحه الحمد لله <applause> حياك الله اكيد ومنورنا اليوم كل يوم راح نتكلم عن الكثير بصراحه خصوصا مجهزين نشاطات مختلفه لزواركم و لأي شخص حاب انه هو يستمتع في الخدمات قبل أن ندخل في حديثنا استاذ سيف نبي نشوف هذا التقرير عن سفير الفنطاس بعدها نرجع نكمل حديثنا يمكن ودنا احنا بصراحه نعرف شنو الجديد راح يكون في سفير الفنطاس خصوصا موسم الشتاء قرب نقدر نقول تماما طبعا عادت الامور بشكل طبيعي وكل الخدمات الاساسيه للفندق نحن بنقدمها بشكل طبيعي ان كان اقامه بالنسبه للغرف والاجنحه او حتى المطاعم بشكل عام يعني الاعراس تقام بشكل طبيعي كمان والخدمات الخارجيه طبعا حبينا نقدم شيء جديد بعد الفتره الصعبه اللي مرينا فيها بلشنا من 1 اكتوبر بالامسيه الكوريه اللي هي عباره عن بوفيه عشاء كوري بيقدم يوم الاربعاء من كل اسبوع <applause> آه لاول مره بالكويت بتقدم هذا الموضوع من طريق اوتيل وبيكون في بوفيه كوري بيتضمن جميع الـ الـ الاصناف الاكل الكوريه المشهوره بكوريا طبعا عاملين ثيم كامل من ديكورات موسيقى أصناف طبعا طعام وبالإضافة حتى اللباس الزملاء العمل بيقدموا فيه فكنا عمل الافتتاح كان بواحد عشرة <applause> وعزمنا يعني السفارة الكورية والجالية الكورية الموجودين بالكويت وكان الانطباع جدا جميل على اساس انه على الاغلب يعني كانوا عايشين بكوريا جميل احنا يمكن الاكل الياباني جربنا ونعرفه لكن وصيني شويه الكوري ما ادري هل هو مغاير ولا في من الاكل الياباني والصيني في شبه بس كوريا حاليا في شيء اسمه هاليو ويف اللي هي الموجه الكوريه للثقافه الكوريه اللي هي يعني عم تكون تجتاح العالم تتميز <applause> طبعا الثقافه الكوريه او شو نحكي بالاكل الكوري المميز الموسيقى الكوريه المميزة حاليا وفي طبعا فرق موسيقيه مشهوره وعلى مستوى العالم <applause> الكي دراما اللي هي الدراما الكوريه اللي اجتاحت كل التلفزيونات <applause> وكل كبير المنصات صحيح بالاضافه للألعاب الالكترونيه اللي هي كمان كوريه فنحن بناء على هذا الموضوع بناء على هالموجة الموجه والثقافه الكوريه اللي انتشرت بشكل سريع بالعالم قررنا يعني كتيم بالاوتيل انه نقدم الاكل الكوري. جميل. طبعا كان في سببين، اولا بسبب الهاليو ويف اللي هي الموجه المنتشره بالعالم، السبب الثاني اعتمادا على خبرتنا نحن بتقديم الاكل الكوري للجاليه الكوريه الموجوده بالكويت والسفاره الكوريه، صرنا من 2014 بنقدم الاكل وبشكل مستمر يعني تقريبا بشكل اسبوعي فصار عندنا الخبره. التشجيع كان من 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 قبل الجاليه الكوريه الموجوده مم. بالكويت انه انتم صار بامكانكم تنافسوا المطاعم الكوريه الاصليه حتى المطاعم اللي موجوده بكوريا، أه. بسبب الخبره اللي اخذناها وبسبب كمان مم. الاراء اللي كنا نحن يوميا نسال الناس على كميه، فالشيفية الموجودين عندنا الطباخين وصلوا مم. لمرحله هني يحبوا يقدموا هالخدمة والتجربه بشكل عام مم. لا الجمهور اللي بي للعلم بيخوي. يعني مو غرور وتعيديني ما ادري اسرار، <applause> احنا بالكويت عندنا الاكل متنوع طبعًا. بكل خلينا نقول الاطباق. نتميز يمكن عن البلد نفسه. صحيح. <applause> يعني لو تروحين نفس البلد وتاخذ نفس الطبق او تروح <applause> اكثر مطعم تلقى بالكويت يتميزون فيه. تماما. وايد يهتمون في هذا الموضوع واكيد انتم مو مقصرين في هذا الجانب، خلينا نشوف هذا الفيديو عن هذا المطعم ونرجع لك تعليقكم <applause> بصراحه انه يكون في هذا النوع من التجدد وبصمه تنحط حتى حق الزوار انه يعرفون وين ممكن ياكلون ألذ أكل كوري نقدر نقول. الحين احنا مقبلين على كأس العالم واغلب الفنادق في الكويت مجهزه يعني خدمه نقدر نقول للشباب تحديدا حول كأس العالم. فشنو مجهزين لهم من خلال سفير الفندق؟ احنا عندنا بحديقه الشاطئ بالاوتيل في عندنا خيمه كبيره 1400 متر. فرح نقدم شاشات كبيره ونقدم كمان لاونج سيتينج بالنسبه للناس وندعو الناس يتفرجوا عنا على المباريات، الاجواء حماسيه رح تكون، ديكورات رح تكون موجوده، حتى موضوع الاكل والشرب رح تكون كانك انت قاعد بالـ بالـ بالملعب وعم تحضر المباريات. صحيح. الامكانيه طبعا بالتصفيات بالدور الثاني رح يكون في مباراتين بنفس الوقت، عندنا امكانيه انه نعرض مباراتين بنفس الوقت مع تعليقين مختلفين منفصلين مع تشجيع كمان مختلف. فالاجواء رح تكون حماسية، نحن خضنا نفس التجربة بال 2018 كانت كثير ناجحة. صحيح السنة رح نغير شوي بسبب الفرق اللي تغيرت، بسبب حتى التواريخ تغيرت لأنه المرة بنوفمبر لديسمبر كانت تنعمل بشهر 6 و7 أو 7 ايه صحيح غيروا التاريخ غيروا التواريخ، مم. فنحن كمان تماشيا مع تغيير التواريخ، تغيير الأشياء رح تغير كثير يعني اصناف الاكل وطريقه القعده وطريقه التشجيع وحتى الشاشات الكبيره نشجع كل الناس يجوا يتفرجوا على كاس العالم التو التوقيت او توقيتات المباريات كثير مناسبه لنا بالمنطقه يعني عم نحكي على الساعه 4 والساعه 6 والساعه تسعة المساء فهدول يعني توقيتات ممتازه اخر شيء بخلص على الساعه 1 الصبح جميل. فبتصور متوقعين انه يكون في يعني حضور كبير لمشاهده المباريات بالأخص انه المساحه كثير كبيره وعاملين اجواء حماسيه كمان كانك قاعد لانه بالفعل الان شويه ثقافه مشاهده المباريات تغيرت مو مثل قبل بالسابق اليوم اكثر الشباب يحبون انه مكان في جمعه السيرفيس يكون موجود سواء الاسناك سواء العشاء فاليوم انتم قدمتوا هذه الخدمه يعني بمكانها بمحلها لكن سؤالي اليوم اذا كانت هناك عوائل يبون يش... يعني يشوفون ويشاهدون يبون يت... يعني يستفيدون من هذه خلينا الخدمه، هل لهم مكان؟ راح يكون في مكان مخصص للعائلات مم. نفس الشيء القعده راح تكون خاصه وراح يكون في خصوصيه كامله لإلهم حتى ممكن حجز صاله كامله مم. مع شاشه لعائله كامله ممكن يتفرجوا لان الحين ترى البنات هم يتابعون كاس العالم ويشجعون الفرق مو مثل قبل يعني تماما موجودة صحيح. هي الخدمة آه مع الأجواء الشتوية أكيد مجهزين دائما في كل لشتة يصير في كشتة عندكم في الحديقة الخارجية راح تكون موجودة في هذه بعد؟ موجودة الخيام موجودة نحن سميناها تسيورة بحديقة الشاطئ <applause> بالصيف بس أجواء النار والشتاء والبرد رح يكون الكشتة الكشتة رح تبلش من واحد 11 يعني بنجهز حالنا قبل كأس العالم وبتستمر طول فترة الشتاء يعني بـ بفندق السفير الفنطاس <applause> جميل في عندكم عروض راح تكون موجوده على مثلا اسعار الغرف للمقيمين او المواطنين في الكويت في هذا الموضوع العروض مستمره دائما يعني بالنسبه ل... راح نعمل كمان عروض هي تتضمن مشاهده مباريات كاس العالم او العروض اللي راح تكون ممكن انت تكون اقامتك بالاوتيل وتستمتع بالكشتة اللي حكينا عنها او تستمتع باي مطاعم من مطاعم يعني بعد الخساره الواحد ما له يرجع البيت تماما يصعد غرفه تمام بس هي الرياضه يعني بالنهايه في رابح وفي خاسر اكيد اكيد صحيح تحطون في عين الاعتبار موضوع المنافسه اللي تصير ما يعني ما بينكم ما بين الفنادق على نفس المستوى في الاخص في مثل هذه النوع من الخدمات والانشطه المنافسه كثير جيده نحن بناخذها بطابع ايجابي على اساس بتحسن الخدمات للضيوف طبعا. بتحسن نوعيه الاكل نوعيه الخدمه نوعيه كمان الخدمات اللي بتقدم لل... للضيوف فاذا ما في منافسه بتصور ما في اي تجديد يعني وروح المنافسه طبعا المنافسة بنحبها ونحن مستعدين لهذا الموضوع <applause> جميل طريقه حجوزاتكم عندكم الاونلاين مفعل بشكل كامل تم... الحجوزات الحجز بالنسبه للغرف موجوده عندنا الويب سايت في الواحد يحجز يعني اونلاين وبعدين الويب سايت الخاص في الفندق تماما ويب سايت هو لسفير هوتيلز دوت كوم لكل مم. الشركه جميل. فيك تختار الدستنيشن آه. او الجهه اللي حابب تحجز فيها بالكويت فيك تحجز سفير الفنطاس عن طريق الويب سايت وسهله جدا عباره عن ثلاث خطوات بتم عملية الحجز حتى عملية حجز الكشتة أو حجز عمليات كأس العالم موجودة أونلاين عندنا الانستغرام في عندنا رابط بالبايو بالانستغرام تروح على الرابط فيك تحجز الفطور الغدا العشاء الدفع بيكون أونلاين الكونفرميشن بتيجي أون ذا سبوت فبتيجي وأهلا وسهلا عشان تخلص أمورك بالأونلاين قبل ما توصل هناك وكثير سهلة و ايزي uh, <applause> كل شكر لك الاستاذ سيف الدين مدير عام فندق سفير الفنطاس وموفقين ان شاء الله من خلال هذا الموسم القادم اللي راح يكون ان شاء الله موسم حافل نقدر نقول فيه نشاطات بما يخص النشاطات الشتويه او حتى نشاطات الخاصه في كاس العالم في شيء جديد غيرها راح يكون للنيو يير او غيرها اكيد نحن احتفالات راس السنه دائما في عنا احتفال بيكون بالمطاعم وبيكون كمان بحديقه الشاطئ بنتمنى انه يكون الطقس كثير حلو لنعمل اوت دور اكتيفيتي السنه براس السنه إن شاء الله. كل شكر لكم والتوفيق ان شاء الله في القادم الايام لكم من التحيه دائما ومتميزين ما يحتاج دائما ان شاء الله ولنا لقاء قادم باذن الله اذا كان في هناك تغييرات تجديدات خاصه فندقكم دائما يجدد نفسه بنفسه ويواكب خلينا نقول اي تطور كان ويمكن واضح من خلال فعالياتكم لكاس العالم كل الشكر لك شكرا جزيلا يعطيكم العافيه يعطيك الف عافيه اذا راح نكون متواصلين معكم في اخر فقراتنا لحلقه اليوم من بعد هذا الفاصل